الترقب مستمر لشكل الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية في دمشق والتي قتل فيها القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي وآخرون. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن إسرائيل سوف تتعرض قريبا لمزيد من الهجمات، مشيرا إلى أن جبهة المقاومة ستقوم بواجبها. فاينانشال تايمز نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين بأن إيران سترد على مقتل زاهدي، لكن ذلك لن يؤدي إلى صراع شامل، مرجحين أن تقوم إيران بمحاولة إلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية أو يهودية في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو أماكن أخرى. ما هي خيارات الرد الإيراني وكيف سيكون شكلها؟ ينضم إلى من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور، ومن لانكاستر في ولاية بنسلفانيا المسؤول السابق في إدارة الرئيس ريغان جيفري لورد. أهلا بكما. سيد مصدق بور، كنا نستمع لكلمة الرئيس الإيراني، من الواضح هناك تصعيد في الخطاب ليس فقط ضد إسرائيل بل أيضا ضد الولايات المتحدة التي اعتبرها شريك حتمي في الجرائم الإسرائيلية في غزة حسب تعبيره. كيف يمكن أن ترد إيران وأين الآن على مقتل زاهدي وآخرين؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم وللضيف ولمشاهديكم. انا اعتقد يعني ايرانيا قالت اكثر من مره، يعني اليوم هي ايضا المحت وانتم ايضا في شريطكم الاخباري تشيرون الى هذه النقطه. صحيح، يعني ايران يعني الرد بالتاكيد سوف ياتي من قبل اذرع المقاومه، والسبب واضح. يعني هذا الاستهداف صحيح هو استهداف للسفاره الايرانيه، و أرض السفارة تعتبر أرضا إيرانيا، وهذا الهجوم في النتيجة هو هجوم مباشر على السيادة الإيرانية. ولكن رغم ذلك أيضا من حيث الجغرافيا أنا أعتقد يعني إيران تترك الأمر يعني تسير، هي في الواقع يعني هي ردت، أنا في اعتقادي ردت قبل أن ترد. يعني هي إسرائيلية تشعر بأن إيران وراء كل ما يحدث، وراء تمويل وتقوية المقاومة وحتى تزويدها بالخطط والاستشارات، بالضبط كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. هي تمنح السلاح وتمنح كل الدعم وتوفر الغطاء الإعلامي السياسي الاستخباري، ثم تقول أنا لست مسؤولة ولا علم لي في هذا الموضوع. إيران أيضا تتخذ نفس الموقف، أنا قلت أكثر من مرة أن الموقف الإيراني هو مضبوط على نفس إيقاع الموقف الأمريكي. يعني ما تفعله أمريكا تفعله إيران، يعني إذا الولايات المتحدة ما تفعله إيران عبر وكلائها. سيد بور، ما تفعله أمريكا تفعله إيران عبر وكلائها. لم نرى ردا إيرانيا مباشرا من طهران ضد إسرائيل أو أي أهداف إسرائيلية ومصالح إسرائيلية في المنطقة. إيران لا تريد أن تلعب في الملعب الإسرائيلي في الواقع. يعني هناك أولا الجانب الأمريكي، ما أنت قلت قبل قليل سيد مصدق بور، سيد مصدق بور، أنت قلت بأنه إيران ردت قبل أن ترد إسرائيل. يعني إيران هي لعبت، ردت من خلال سلفا في الملعب الإسرائيلي من خلال لا، هي لم تلعب في الملعب الإسرائيلي، هي تدعم المقاومة. يعني هناك خطة جاهزة. طيب، يجب أن نعلم يعني هناك حاليا حرب، ربما لم تكتمل هذه الحرب بين الجبهة الأمريكية والإسرائيلية وجبهة إيران والمقاومة. هذه الحرب موجودة. طيب، ولكن وأيضا في نفس الوقت يجب أن لا نتوقع أن الجانبين سوف يصلان إلى سلام أو إلى صداقة. هذا شيء مطلقا. طيب، اسمح لي سيد بور، أذهب إلى السيد جيفري لورد في الولايات المتحدة. سيد جيفري لورد، ترقب شديد للرد الإيراني عبر وكلاء إيران في المنطقة. الموقف الأمريكي هنا كيف سيتفاعل مع ما سيجري، خصوصا وأن الضربة كما يقال أصبحت وشيكة، ولكن لا يعلم أين ومتى؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم دائما إسرائيل، وأرى أن الحادث الأخير الذي استهدف عمال إغاثة في غزة أثار غضب إدارة بايدن والإدارة الأمريكية بشكل عام، لذلك ليس هناك أي جدال في هذا الأمر، وخصوصا بعد أن اعتذرت الحكومة الإسرائيلية. لكن هذه الأشياء تحدث لأن
أن هناك منطقة حرب، والأمور تسوء عندما تستمر الحرب. وبالنسبة لإيران فهي لا تلعب دورا باعتبارها تدعم كل وكلائها سواء حزب الله، حماس أو غيرهما، ولذلك هذا يسبب مشكلات عديدة. لا أعتقد أن هذا سيتغير، هذا وضع قائم أصبح. ولكن إلى أي مدى تعتقد بأن الصراع سيشتعل بشكل أوسع سيد لورد في حال قامت إيران عبر وكلائها بالرد؟ أنا أميل إلى القول إن إيران لن تورط نفسها مباشرة، وحتى إذا حدث ذلك سيكون هناك اضطراب أكثر. وفي الوقت الحالي ونحن نتحدث هناك تصعيد وسخونة، ولذلك إيران ستحرص على ألا يحدث أي انخراط مباشر لها في المنطقة. ولذلك عادة رأينا أنه في الحروب تكون هناك حركات مد وجزر ودعاية، ولكن ليس كل شيء يحدث. سيد بور، يعني حتى السيد لورد ومن خلال وجهة نظره لا يعتقد بأن إيران يمكن أن تورط نفسها بشكل مباشر في أي رد. هل نحن نشهد في نهاية المطاف ليست فقط حرب بالوكالة، وإنما حرب مضبوطة الإيقاع بين إيران من جهة وبين الولايات المتحدة؟ البلدان يعرفان بأنهما لن يدخلا في مواجهة من أجل إسرائيل. نعم، يجب أن نعرف أولا إيران والولايات المتحدة الأمريكية خطان موازيان لا يلتقيان مطلقا، وهناك حرب لا محالة بين الاثنين. يعني أساسا هذه الثورة جاءت لمحاربة النفوذ غير المشروع للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. نحن نعتبر أن هناك نفوذا أمريكيا مشروعا، ونعترف بأمريكا كدولة متطورة علميا، ويجب أن نبني صداقة معها، ولكن هناك نفوذ غير مشروع، وإيران تحارب هذا النفوذ غير المشروع من خلال، يعني أمريكا تصب كل اهتمامها على الكيان الإسرائيلي الذي يحتل أرض من هذه المنطقة، جزء من هذه المنطقة. ولكن نفوذكم أيضا، نفوذ إيران أيضا يا سيد بور، نفوذ إيران أيضا غير مشروع في المنطقة، هذا ما يقوله كثيرون. كيف يعني غير مشروع؟ عبر الوكلاء، عبر وكلائها. هذا ما يقوله الإسرائيليون. لا لا, لا هذا ما يقوله، لا يعني لا الوكلاء ما يقوله، يعني صحيح يعني هل يمكن أن تنكر ذلك؟ صحيح. يعني وجود إيران عبر الحوثيين في اليمن، وجود إيران عبر حزب الله في لبنان، وجود إيران هؤلاء حلفاء، لأنه المشكلة. طيب أمريكا تعتبر إسرائيل حليف، يعني على فكرة سيد بور، أمريكا تعتبر إسرائيل حليف. إيران أيضا تعتبر هؤلاء حلفاء. إذن طيب القصة هي نفسها. يسمح لأمريكا أن تقدم كل شيء لإسرائيل ولا يسمح للآخرين؟ لماذا يعني؟ لا أريد أن أقول هذا الكلام أساسا. يعني الخطة الإيرانية لا يعرفها أحد. الخطة الإيرانية أنا قلت يعني إزاحت النفوذ غير المشروع الأمريكي من هذه المنطقة، وإن تسبب ذلك بسوء فهم للسياسة الإيرانية. إيران عندما تذهب إلى البحر الأحمر وتسيطر على منطقة الخليج، هي في الواقع تريد أن تسيطر على كل المنافذ التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعشش فيها وتمارس سلطتها غير لكن المشروع. هل تعرف بأن منطقة الخليج فيها دول أخرى سيد بور؟ منطقة الخليج فيها دول أخرى، لماذا لا تتحدثون وكأن المنطقة أصبحت أمريكية؟ لا، المنطقة ليست أمريكية، منطقة الخليج. نعم هناك دول أخرى تابعة للخليج، والموضوع والتوجه الإيراني أساسا لا يمس هذه الدول، إلا إذا أرادت هذه الدول أن تنخرط في المشروع الأمريكي وتقف وتصف ضد إيران. هذا ما حدث للأسف، يعني في بدايات الثورة يعني فرضوا حرب وتدخلت هذه الدول للأسف، يعني هذا هو الذي تسبب. صحيح في إيران كان هناك راديكالين. اسمح لي أذهب هذه المرة إلى جيفري لورد. سيد بور، واضح سيد لورد، الولايات المتحدة هي سبب ما يحدث الآن حسب السيد بور. الولايات المتحدة بنفوذها وبدعمها لإسرائيل هي من يعني دفعت إيران للقيام وللتحالف كما قال مع حزب الله ومع الحوثيين وغيرهم. كيف ترد على ذلك سيد لورد؟ Well,
إيران عملت ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لعقود، وأتذكر عندما كنت شابا في سبعينيات القرن الماضي كان هناك استيلاء على رهائن أمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران وأبقوهم هناك لمدة 444 يوما، وما زلت أتذكر ذلك. لذلك طالما كانت إيران معادية لأمريكا وهي ما تزال كذلك، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحاول أن تفعل ما فعلته إيران كما حصل في السبعينيات. إيران هي التي بدأت بذلك، وصلنا إلى هذه المرحلة بين العلاقات. ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة لا تريد أن تقطع كما يقال شعرة معاوية مع إيران، يعني أبدت كل أنواع ضبط النفس في الفترة الماضية. إدارة بايدن أعادت التفاوض مع إيران، ألا يتعارض كل هذا الكلام مع ما جئت على ذكره؟ نعم، أعتقد أن أمريكا تريد علاقات جيدة مع إيران، وإدارة بايدن قالتها صراحة، وأعتقد أن هذا لا يتغير من إدارة إلى أخرى في الولايات المتحدة. وأرى أنه إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات في نوفمبر فإنه سيسعى إلى تحسين العلاقات مع إيران، وإدارته بشكل عام كانت تعرب عن رغبتها في العمل مع عدد من الدول الخليجية والعربية من أجل الاتفاقات الإبراهيمية، وفي الوقت نفسه تحسين العلاقات مع إيران. وأرى أن النتيجة هي أن كل الإدارات الأمريكية هي تريد علاقات جيدة. شكرا جزيلا لك جيفري لورد من لنكاستر في ولاية بنسلفانيا. أشكر أيضا الكاتب والباحث السياسي من طهران مصدق بور، شكرا جزيلا لكما.